أحباب الأعزاء من قناة أحباب الرسول كان مسموع، عودنا اليوم مع حلقة جديدة بعنوان 50 معلومة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أحباب، هذه المعلومات عن نبينا خير البشرية وخاتم الأنبياء. تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بعث بالرسالة كان عمره 40 سنة؟ هل تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما توفى كان عمره 63 سنة؟ هل تعلم أن بني النجار وبني الزهرة هم أخوان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن الحارث ابن عبد العزة هو أبو الرسول صلى الله عليه وسلم في الرضاعة؟ هل تعلم أن أسامة بن زيد هو حب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن حبه؟ هل تعلم أن حذيفة بن اليمان هو صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن الزبير بن عوان هو حواري الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتمي إلى قبيلة قريش العدنانية؟ هل تعلم أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم 13 زوجة؟ هل تعلم أن ست الرسول صلى الله عليه وسلم هما الحسن والحسين؟ هل تعلم أن عدد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم 27 غزوة؟ هل تعلم أن عدد الزوجات التي عدد الغزوات التي قاتل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم 9 غزوات؟ هل تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كنيته أبو القاسم؟ هل تعلم أن السكب والمرتجز والزاز والطرب واللحيف هي أسماء خير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن اليهودية زينب بنت الحارث هي التي وضعت السم للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن ماريا القبطية وريحانة بنت زيد هما الجاريتين اللتان تزوجهما الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن ذو الفقار وبتار والحيث ورسوب والمخزم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن قبيلة بني النضير اليهودية التي أرادت إلقاء الحجر على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والعاص بن الربيع وعتة وعتيبة أبناء أبي لهب هم أصهار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن الزبير بن العوام هو ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن فاطمة بنت عمرو المخزومي هي جدة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبيه؟ هل تعلم أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك هم شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن مقعد بن علي هو الشخص الذي أجار الرسول صلى الله عليه وسلم عند عودته من الطائف؟ هل تعلم أن آخر من شهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو قسم ابن العباس ابن عبد المطلب؟ هل تعلم أن حليمة السعدية وصويبة مولاة أبي لهب هم رسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن سورة النور هي السورة حس الرسول صلى الله عليه وسلم النساء على تعلمها؟ هل تعلم أن رملة بنت أبي سفيان هي المرأة التي خطبها النجاشي لرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن سرية عبد الله بن جحش إلى ساحل البحر هي أول سرية وجهها رسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن عقبة بن العاص ابن أبي العاص هو الذي كسر رضاعية رسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن غزوة ودان الأبواء هي أول غزوة لرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن ابن قمة هو الذي شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد؟ هل تعلم أن الصحابي زيد بن حارثة هو الصحابي الذي تبناه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل تحريم التبني في الإسلام؟ هل تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق 9 زوجات بعد وفاته؟ هل تعلم أن ثابت بن قيس هو خطاه عليه وسلم؟ هل تعلم أن برة بنت عبد العزة هي جدة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمه؟ هل تعلم أن آخر من مات من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هي أم سلمة؟ هل تعلم أن أول من توفت من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم هي رقية؟ هل تعلم أن آخر زوجة لرسول صلى الله عليه وسلم هي ميمونة بنت الحارث؟ هل تعلم أن الشخص الوحيد الذي قتله الرسول صلى الله عليه وسلم هو أوي بن خلف؟ هل تعلم أن رسول الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ؟ هل تعلم أن الصحابي الذي ادعى النبوة بعد وفاة رسول صلى الله عليه وسلم هو طليحة بن خويلد الأزدي ثم أسلم وحسن إسلامه؟ هل تعلم أن رسول الله عليه وسلم كفن في قميصه الصحابية فاطمة بنت أسد زوجة عمي أبو طالب؟ هل تعلم أن رسول الله عليه وسلم نظر 70 مرة على جثمان حمزة يوم أحد؟
أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب على النجاشي ملك الحبشة، هل تعلم أن أول امرأة بايعها رسول صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية هي فتيهة زيد الأنصاري؟ هل تعلم أن دلدل هو اسم بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أهداها له المقوقس؟ هل تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو من قسم شهر رمضان ثلاثا، وله رحمة وأوصفه مغفرة وآخره أكثر من النار؟ هل تعلم أن العمرات التي اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الأجرانة وعمرة الحج؟ هل تعلم أن ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم هي السيدة آمنة توفت في الأبواء بين مكة والمدينة؟ هل تعلم أن شريك الرسول صلى الله عليه وسلم في التجارة في مكة هو السائب ابن أبي السائب؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخيرا، هل تعلم يا من سمعت هذا الفيديو أنك صليت على رسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 50 مرة؟ أسأل الله الأجر لي ولكم إن شاء الله، وجزاكم الله خير الجزاء، وفقكم البركة في الوقت وبارك فيكم.